مساء الخير، مساء سعيد، تحية طيبة لكل مشاهدينا الكرام. كنرحب بكم وكنستقبلكم اليوم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج دندنة مع عماد على القناة الفضائية شادا تي في. وطبعا احنا دائما هنا كنقولوا مع شادا كتحلى المشاهدة، وان شاء الله تحلى كذلك اليوم مع الفنانين اللي غادي يحضروا معايا، اصدقائي اللي غادي يجيو يحضروا معايا خصيصا في هذه الحلقة. اولا احنا كنقولوا برنامج دندنة هو برنامج طربي 100%، لكن كنبغيو نتعرفوا على جديد وكنواكبوا اصدارات وانتاجات الفنانين ديالنا. طبعا اليوم قبل ما غادي نتعرفوا على اصدقاء الفنانين اللي غادي يشرفوني في هذه الحلقة، اكيد انني كنبغي نحيي كل مرة في كل بداية حلقة أصدقائي الموسيقيين. طبعاً اليوم معنا هشام ورشيد ودريس نيجرا وصبري وكذلك فؤاد. إن شاء الله كذلك اليوم موجد لكم مقاطع موسيقية طربية سواء مغربية وكذلك كلاسيكية عربية. نبدأ نفتحوا شهية البرنامج مع واحد المعزوفة من أداء الفرقة ثم نعود معكم. كانت رائعة الموسيقار محمد عبد الوهاب لا مشان اللبكي، طبعا كانت كمدخل حلقة اليوم، وغادي نتعرفوا على أصدقاء الفنانين لكن بعد الفاصل. نبدأ إذن حلقة اليوم ونقدم لكم الفنانين ديال هذه الحلقة. على يميني إيمان شميطي، أهلا بك إيمان. أهلا عماد، كلشي بخير الحمد لله. الله يبارك فيك، توحشنا، كبرتي علينا. حتى أنا توحشتكم بزاف، شكرا على الاستضافة عماد. الله يبارك فيك، وأنا فرحانة جدا أنني كنطلع لكم من خلال شادة تيبرين. أكيد إن شاء الله اليوم غادي نبغوك أنك نهضروا معك شي شوية على الانتاجات، على الكاريير، كيفاش دوزتي كذلك هذه الايام ديال الحجر الصحي تقريبا 3 شهور ولا 4 شهور، ثم نسمعوك في اغاني طربية ان شاء الله. اكيد 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 عمان. ثم كذلك معايا الفنانه والاعلاميه سناء مراحتي. اهلا بك سناء. اهلا بك عماد، شكرا، وديما فرحانه نشوفك ونشوف هذه الطله الجميله والبشوشه. الله يبارك فيك. انا ما عرفتش ملي كنشوفك سناء ديما كنشوف ديما كنتفكر التراث وكنتفكر فاس وكنتفكر رمضان وكنتفكر يعني يعني واحده من الفنانات اللي محافظين على ديك ليتيكيت ديال التراث والاصاله المغربيه. كنحاولوا ما امكن نساهموا في الحفاظ على التراث، كنقول التراث ديالنا احنا اولى به هو اولى بنا، كنديروا ما امكن باش نحافظوا عليه. التراث المغربي ديالنا. التراث المغربي ديالنا. ثم كذلك معايا صديقي عابد. اهلا بك عابد. بارك الله فيك. صافا كلشي بخير الحمد لله. اليوم موجد لنا شي حاجه ان شاء الله تنظن هو قيل اول باساج مثلا في لي ميديا من بعد الحجر الصحي. تقريبا البارح كنهضر مع شي اصدقاء فنانين وقلت لهم واه دابا نسمعوا شي حاجه، ويقول لي ورا بلاتي راه الصوت 4 شهور ما غنيناش. مسكينه هذه القضيه كاينه بصح ملي كتسرى له الباتري بحال طوموبيل كل مره انا مره تسخن شويه. صحيح. واخا هضروا معايا شي شويه، نبغي نعرف. نبدا بك ايمان. كيد اولا احنا تنعرفوك بانك مستقره في السعوديه. هنا الحمد لله انك حصلتي في الحجر الصحي، حصلتي في بلادك المغرب بعدا مزيان. كيفاش كنتي جيتي علاش في هذيك الفتره؟ مشيت للسعوديه باش نوجد الالبوم ديالي الخليجي اللي غادي ينزل ان شاء الله في الصيف، ومن بعد جينا باش ندوز الفاكونس المغرب، قلنا غنجيو اراك للسفر، اراك للبحوره
راجل نشاط لقينا الدار ولينا من الصالون الكوزينه البيت ناس. فالحمد لله على كل حال والحمد لله نحن حصلنا في البلاد يعني مع الوالدين مع العائله الحمد لله ان رمضان تاهو داز في البلاد يعني شي حاجه زوينه. واصلا رمضان كنتي غادي تبغي تدوزي في المغرب؟ باغا ندوز انا وفي العيد غادي نمشي باش ننزل سينجل ديالتي في العيد ومن بعد ننزل الالبوم ان شاء الله ولكن قدر الله ما شاء فعل اكيد يعني الحمد لله نحن صابينا في البلاد يعني. كذلك سناء انا كنشوفك نشيطه في بعض لي جروب ديال واتساب يعني كاين مشاركات كذلك كان تحركتي شويه كنحاولوا نعمروا الاوقات الفراغ وقت الفراغ لان كل شيء عارف بان الفنانين هما اول ناس مشات لهم الخدمه ديالهم واخر ناس غادي يرجعوا واقيلا الخدمه ديالهم. انا الحجر لقاني في المطار 15 في شهر 3 كنت في المطار ديال جنيف وكنت ما متاكداش واش غادي ندخل المغرب ولا لا لان انا كان الناس كيعرفوا اللي مقربين ليا كيعرفوا باني كنبغي نسافر. سافرت لسويسرا لاول مره و100% لاخر مره لان عندي هذه الذكرى ديال خايفين لا ما لقاوش الطياره اللي رجعوا فيها. الحمد لله كنا في اخر طياره دخلت المغرب قبل ما يسدوا لايغوبا الحمد لله. حقيقه هنا يعني كنشوف للاسف يعني المعاناه ديال بعض اخواننا المغاربه اللي كانوا مسافرين برا وكاين اللي باقي ما وصلش مازال باقيين ولكن الحمد لله الحكومه والدوله يعني دايرين مجهودات كبيره. وما التوتر كنفهم التوتر ديالهم لان احنا ما جلسنا حتى نهار من بعد الحجر الصحي تماك وبقينا سيمانه وحنا مراض غير بلو ستريس ودرنا الكونفينمون ديالنا بوحدنا بقينا 30 يوم انا واختي ما خرجناش من الدار غير باش انا كتعرف المطار كاين فيه بزاف ديال الناس وداك الشيء وكنقول الله يكون معاهم والحمد لله الله يجزاهم. فما بالك يعني بشي ناس اللي وحلوا في بعض الدول الاسيويه مثلا بعيد الثقافه بعيده اللغه ربما على قد الحال فنتمنوا لهم ان شاء الله يدخلوا الارض الوطن. كذلك فين كنتي دوزتي هنايا بطبيعه الحال؟ دخلت 12 يوم قبل ما يسدوا لي فرونتير. دونك القاسم المشترك بيناتكم هو انكم كل كنتم مسافرين ودخلت انا كنا غنخلصوا جايب كاع هذوك اللي حصلوا هنا اليوم الحاصلون. فين كنتي يا عبد؟ فين؟ امريكا. في امريكا. المهم غادي نهضر معاك على امريكا لان واحد الوقيته بقيت كنتسناو واحد الالبوم اللي كان خصو يخرج ربما كان عندك واحد التعاقد مع صديقنا رضوان ولكن ربما يكون واحد تفسر لنا اكثر واكثر اليوم. مرحبا. نفهموا علاش هاد ما خرجش هاد الاعمال وعلاش شويه هاد شبه غياب ديالك في المنابر الاعلاميه. نبداو البدايه مع الطرب ولا شيء غير الطرب. نبداو معك ايمان الشميطي. اكيد. نسمعوا شنو شي حاجه ديال محمد عبد الوهاب ولا نسمعوا نبداو بعيون القلب. عيون القلب اوكي يلا تفضل. Thank you.
نمشي أنا رمشي مدى النوم وعيون تشبع نوم أنا رمشي مدى النوم وعيون تشبع نوم وروح روح يا نوم من عين حبيبي وروح يا نوم الله الله أفرح بيه أنا أفرح بيه أسيب النوم أفكر فيه أنا أفكر فيه يقول لي كلام أفكر فيه أنا أسرح فيه أسيب النوم أفكر فيه أنا أفكر فيه انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تقول وتمشي وانا اسهر ما نمشي ياللي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب عالليالي اسمك يا حبيبي سهرني حبيبي حبك يا حبيبي بكتب عالليالي اسمك يا حبيبي الله
تقدرت إلى كل ما فيك حبيبي وقول له حبيبي كل ما فيك حبيبي وحل صوتك حل قلبك يا سلام عليك. الله يبارك فيك سيدي. فالحقيقة دائما من نهار اللي تبعنا إيمان الشميطي لما شاركتي في البرنامج المسابقة طبعا اللوك غنهضر جو نهضروا عليه لأن تقريبا بدلتي بواحد 360 درجة 360 درجة غنرجع براسي 180 يعني كنحسوا بهذاك يعني التأثر بصوت شيرين أو إحساس شيرين ممكن لأنه واحد الفترة من الطفولة عشنا على أغاني شيرين على إحساس شيرين ولكن أنا كنشوف باللي ماشي بعيدة كل بعد عن مدرسة ديال شيرين كما بغيت نقول ممكن تكون يعني كاين واحد الميول لطريقة العرب مثلا مصرية أو اللي كتقولها شيرين ولكن كنظن أنه كنحاول على قدر المستطاع نبعد على باش ما تبقاش ديك الاتيكيت ما تبقاش لصق عليا شيرين شيرين يعني خصوصا لأن كانت بيناتكم علاقة وأمنيتي معها في المهرجان ديال إفران وحتى في البرنامج كانت علاقة بيان سور كاع الناس تبعوها في آنذاك في وقتها غير هو نرجع معك الأول إيمان فكيف جاتك الفكرة أنك تمشي تشاركي في البرنامج لأن خصوصا حنا تنشوفوا ديك أنت امرأة متزوجة ديك ساعة حاملة كيفاش يعني غامرتي وزعمتي انا كنت قبل كنغني قبل ما نتزوج وشاركت برنامج مغربي وهذا بقيت في المرتبه الثانيه ومن بعد تزوجت وجلست في الدار قلت صافي ما بقيتش غادي ندير شي حاجه صافي جات الفكره ديال هذا البرنامج وما اقترحتش علاش تزوجتي انا علاش كنت الحب كان واخدني وقفت 3 سنين يمكن 3 سنين كنت صغيره انا تزوجت على 18 عام فهمتي وصلت 21 عام وجات الفرصه ديال البرنامج وما اقترحوا عليا بحكم اني كنت كنزل دي فيديو في السوشيال ميديا يوتيوب فيسبوك وما شافوا لي فيديو صيفطوا لي قالوا لي واش تشاركي قلت لي ما ودي راني حامله ما يمكنش نشارك وزيد راجلي راه ما بغاش حنا دابا ملي تزوجت مشيت في الحب والهيام وهذا يعني ضحيت بالفن وضحيت بحياتي ودابا هو راجل دابا معاونك في المسيره لا معاوني بزاف هو واقف معايا تنوجه لي تحيه كبيره من هذا المنبر مازال غادي نسمعوك في اشياء اخرى ان شاء الله في المغربي كذلك فسناء رجوعا معك لان كما قلت لك كانوا ديزاكتيفيتي درتيهم مؤخرا يعني السيمفونية تكلمينا شوية على هاد صراحة ديما أنا كان بقى في قبيلة سولت قلتي لي متشبتة بالتراث وقيلة جات فيها التعازيلة كيف كنقولوا كتب علي أنني نغني واحد لون تراثي مغربي اللي ما كيهتموش به بزاف ديال الناس وكل مرة بكل صدق كنقول صافي غدا نوقف لأن ما يمكنش غادي أتخدم بوحدك في واحد المجال اللي مهمش بواحد الطريقة الناس كلهم كيلاحظوها حتى الجمهور كيلاحظها
بحال دابا سيمفونيات مهرجان اللي 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 نظموه دي زاماتور ديال الموسيقى ماشي دي بروفيسيونيل كاع كل واحد فاش كينشط في مجال ديال لافياسيون كل واحد بعادين بزاف ولكن كيبغيو الموسيقى هما اللي قرروا انهم يديروا هذا الفيستيفال علاش باش يديروا انوماج للموسيقى المغربيه يعني حنا ما احوجنا بحال هاد الناس هادو اللي عندهم ديك الغيره على التراث وكيبغيو التراث كيف كنبغيو حنايا باش يديروا هاد المهرجانات وحاجه اخرى كان التراث كنشطوا في التراث في الخارج في خارج المغرب اكثر من داخل المغرب اليوم ربما الموجة الغنائيه الجديده كنمشيو كنتبعوا الشباب اشنو باغي وكنساو ما غادي نقولش النخبه ولكن الناس اللي كيبغيو التراث ديالهم كنتمنى ان شاء الله وكانت هذه التجارب درتي اغنيه سينجل ديالك لهذه الاخيره اللي كانت يعني كانت هي حاولتي تخلي في هذيك اللمسه بطريقه عصريه بصح ولكن واخا هكا كتبقى الناس كيبغيو كل ما هو خفيف اكثر من داكشي اللي درت كذلك نسمعوك فنبداو بالملحون نديرو شي حاجه نديرو شي حاجه ديال الملحون ومن بعد نمشيو عند عبد غادي يكون اختلاف نحاولوا نقيسوا عده انماط غنائيه اليوم في حلقه الدندنه تفضل يا هشام الصمايم والبرق سلسيفو ويخبل في خيول المزان والريح فارسي شالي للا ويا للا عان عقاب العلفات على الوغم شمار القزاح شد بندول الفرجة سكرو تلايم وحركة بمطار البدا حتى جرت ودان قلبي في حبها سالي للا ويا للا كل فج أصبح من ذاك الطبا مشبار يا صاح زرني محبوبي يمس كنت صايم شهدا قطعت وجنيت الورد قالوا كليت رمضان مهجور قلت ما دالي للا ويا للا يا حبيب الخاطر ياكل مريض يفطار والقلب ليك صفوان وما نهلت نجالي للا ويا للا والقلب المغروم من البكا مكتر عييت ما نعزم ما تنفع في الهوى عزايم بلا شوار غير نخمم كل يوم ديوان بالطور برتح يا لي للا ويا للا كانت عند المولى تدبيرها مدبر رسام قدفو في المرصى وتكلموا زرايم خرجوه للمدينة قالوا هذا الرئيس فلن
نادى سرورها فالي للا ويا للا في سواق الفرجة الغريمتي شهر أشواقي هننا قلبي كبير مشروح صغير الراس في الولايم طبعي رقيق وين توجد متلي لشنو هان حتى نضرق خيالي أنا لو يا لالا عاد يندم من كان في عيبنا مكتر لولا سمحت جسمي في بحار دلو بعايم بالسر والجهر نسعف باب الغني شور قلت ما دالي يا حبيب الخاطر ياك المريض يفطر شكرا اخا دائما انا كنكون جيت سعيد وكتكوني معايا لان انا المولف تندير ديما في شهر رمضان الى عقلتو راه تندير دندنه سبيسيال رمضان وتيكون فيه بزاف التراث الملحون طبعا الانشاد السماع المديح ولكن هذا العام كان للاسف ما كانش ممكن لان كانت الامور واقفه كنا كنديروا غير الاعاده ولكن دابا جبت الجرعه اللي كنت باقي باغيها الحقيقه قلت القصيده جميله يعني الكلام القصيده ديال بن سليمان شاعر مغربي دار من اجمل القصائد ديال الملحون وكان غادر الحياه في سن مبكره بزاف حتى هو في الثلاثينات من عمره ولكن خلى واحد الريبرتوار كبير وغني بزاف مازال لحد الان كنغنيو هذه القصيده راه قديمة بزاف ولكن فيها واحد المشاعر إنسانية زوينة وكيفاش كيعبر على الحب ديالو يعني عندنا واحد الخزانة ديال الملحون اللي هي
اللي بغى يخرج شي اغنيه اليوم يمشي يقلب غير في الكلام ديال الملحون راه تبارك الله كاين بصح كاين ما يدار. واللي اللي جميل فيك سناء بطبيعة الحال كاين يعني قلال الفنانات اللي تيجيو يغنيو مثلا سولو يعني كيكونوا بوحدهم مثلا دايرين كارير يعني كاينين الفنانين رجال ولكن الفنانات فطبعا محسوبين على الاصابع اللي باينين وكيظهروا في المنابر الاعلاميه بهذا التراث لان خصو شويه ديال الصبر. انا راه 25 عام وانا جيكزيست زعما ملي كانت عندي 12 عام يعني راه مسيره طويله بزاف فيها بزاف ديال الاخفاقات فيها بزاف ديال تقدر تدوز واحد الوقيته كنت كندوز عام عامين بلا ما ندير حتى حفل كنقلب على الحفل اللي مزيان اللي نقدر نقدم فيه الملحون بطريقه زوينه. طبعا اليوم ما كنلومش الشباب كاملين ولكن اغلب الناس اللي كيبغيو يجيو للملحون ما عندهمش صبر خصو يبان ديك الساعات خصو يتقال عليه فنان ستار ديك الساعه وكيبقى كيقلب على يبان ستار وليماج ديالو كينسى لو فون كيلقى راسو حافظ قصيده ولا جوج قصايد ومنوض هلال على والو. هذا هو المشكل اللي كان في اغلبيه الفنانين ماشي كلهم باش ما نتخاصموش مع الناس مسالينا من الكونفينمون بغينا نبقاو مزيانين حيت بدينا كنهضروا بزاف باقي لا افتقدنا هذا الشيء حنا كنا نترافوا هذه السهره بطبيعه الحال من ناحيه الدينيه والروحانيه افتقدنا في رمضان بسبب الحجر الصحي افتقدنا المساجد والتراويح الى غير ذلك ولكن كان بالموازات اللي بغى يرفع النفس ديالو كيكونوا سهرات ديال الانشاد والسماع وسيرتو تيكون الاله الاندلسي والملحون فحقيقه في هذا رمضان داز شويه لان احنا شويه مختلف. احنا في رمضان كنديروا سهرات مع الموالع ديال الملحون لان لافونتاج اللي كاين هو ان الملحون والتراث بصفه عامه ولا كيعيش مع لي زاماتور ديالو ناس كيديروا حفلات في دارهم مع وسط وليداتهم وهذا كيجيبوا جوق كبير ديال الاندلسي ولا ديال الملحون تماك فين كان هذا وجا الكونفينمون في الوقيته فاشتك عبد لان حقيقه دونك اللي انا باغي نسولك واحد السؤال ولكن جاني سؤال قبل منه لان اشتك مروح مع القصيده اللي ادت سناء مراحتي هذا الشيء سمعتيه في صغرك انت تشبعتي بهذا المدارس هذو سمعته ملي كنت صغير بعد جات واحد الفتره ما بقيتش نسمعه ولكن ان فوا دير ك صوت سناء تبارك الله صوتكم بجوجكم تبارك الله عليكم مي تتادي الملحون فريمون. طيب عبد شنو كنتي كتسمع انت صغير مثلا وحتى انت في سن انا المراهقه قبل من الشبابيه ايفيدامون كلنا سمعنا ام كلثوم عبد الوهاب مع الاجداد ديالنا مع لي بارون ديالنا اكزاكت ولكن معنا تزادت 87 فكان عندي التوب هو مايكل جاكسون الغربي سمعت حتى الغربي من بعد ما بقيتش عاطي اهميه للعربيه وساءت الظروف ان ملي تتكبر وتتنضج دماغك تينضج تتعاود ترجع للاصل فاكتشفت واحد ستيل جديد اللي خارج لا هو عربي ولكن كلاسيكي غربي شويه المجد الرومي انا عندي سي اون ريفيرونس في الغناء العربي الحديث وفي الاغنيه اللبنانيه الحديثه واكيد فيروز و ايفيدامون كلثوم تتبقى هي ولكن مدرسة مختلفة يعني كانت مشكل طبعا المدرسة ديال فيروز اللي هي نشقوا منها عدة مدارس منهم مجدة وجوليا بطرس إلى غير ذلك. فبما أنك ذكرتي لنا مجدة الرومي فأكيد غادي نبغيو نسمعوا بعدا شي حاجة ديال مجدة الرومي ثم نعاودوا عاد نسمعوا شي حاجة من ديالك من جديد. شنو تسمعنا؟ عم يسألوني عليك الناس. عم يسألوني ممكن تسمع تفضل. We
شكل مغاير في الاداء في الغناء شنو نسميو هذا واش لو شون اوبيرالي يعني او سي لاغيير فوا يعني لا سي ان شون سي لا دومي تانت الا جيتي تدخلو في الكلاسيك سا تابيل لا دومي تانت سي با اون فوا دو تيت و سي با صوت الكامل هو القرار هو تتقولوا له القرار وكنحس بحال كتغني في اون غام انا كنغني مرتاحه في في لا غام دابا اللي كتغني فيها سي اون غام دو Oui, féminine. Parce que j'ai une voix androgyne. Wow. D'accord. لا حقيقة هي الطبقة عالية كتغني في. هي طبقة عالية. مرتاح فيها. ولكن يعني كت. لو ستيل ديال الأوبرا. Oui. حضرت لو ليريك.
درت له ليريك في في في, في الغربي و وسمعت المجد الرومي حيت المجد الرومي ملي بدات ما بداتش في الليريك شويه بشويه بدا دخل له ليريك في الاغاني ديالو فاجأ عجبني هذا المارياج ما بين الشرقي شويه الشرقي وشويه الغربي غير هو كيبغي تسخينات يومي فقبل ما كنت تدوي على الحجر الصحي فانا كنت لازم راه كل نهار تدريب كل نهار وكت مولف انك تغني واقف اكثر بس نورمال باسكو خص للسوف خص اتمنى لو جافراغ وناقصنا الميكرو ماشي مشكل فاحنا نزيد نتعرفوا حتى حنا كنبغيو لهنا هنا باش نفيدو نستافدو ومازال غادي نتعرفوا غير كيفاش جات يعني العلاقه ديال العمل مع رضوان يعني واحد الوقيته تبعنا كنت كنغادي نسجلك اعتقد البوم انا بديت في المجال الفني في 2011 في لبنان اغنيتين انا مين وحاله حب وفسكنت في لبنان وفي 2013 اقترحوا عليا مهرجان موازين ملي دزت في موازين كونتاكتاني رضوان والشركه ديالو بحيث انه يكون تعاون على بوغ لا كوب دو موند اغنيه لا كوب دو موند فدرنا اغنيه لا كوب دو موند ايفيدامون مع مرام ما خرجات ولكن من بعد هذه التجربه مضينا عقد وذاك العقد مضيناه في امريكا فكان لازم انا نمشي نسكن في امريكا لمده 5 سنوات تقريبا داكور دونك مؤخرا كنت عايش في امريكا من 2000 من اخر 2013 حتى 5 سنين من بعد داكور فنتجنا اغاني كثيره تما ومع مرام ما خرجت لاسباب غير معروفه باقي شي كونتاكت هاد مع رضوان هاد الايام مثلا مازال هاد البروجي يخرج ما نظنش وشنو لو ستيل اللي يعني هو اللي غيتكلف بيان سور رضوان اللي تكلف لك شنو لو ستيل اللي غادي تادي طريقه يعني ب هو اغاني بلونغلي حيت اغاني تكتبوا وتلحنوا كتبوا لحنتهم ومع ايفيدامون ملحنين وكتاب اخرين تعاوننا فكان السوق العالمي ماشي العربي طيب الحمد لله بعدا راك في المغرب وراك مع العائله والوالدين والصحاب وان شاء الله من هنا عاوتاني تبدا تفكر الانسان غادي نهضروا على شنو كتفكر دير والجديد ديالك بعد ما نعاود نسول ايمان الشميطي فقبيله قلنا اللوك ديالك غيرتيه 360 درجه او 180 او 90 درجه المهم اللوك ديالك راك غيرتيه فيعني طلب منك مجهود بطبيعه الحال لا من ناحيه الوازن ياك لو بوا طبعا الوزن ماشي شي حاجه سهله باش نحيدوها هي كنكتسبوها دغيا وفاش بغاو نحطوها خاصك ما يوما نوروها يعني المسيره ديال سنه تقريبا باش نوصل لهذا الوزن اللي وصلت ليه دابا من رياضه من دايت من بدلت حياتي الشخصيه العاديه وقت الفياق وقت النعاس وقت الماكله يعني بزاف ديال الحوايج تبدلوا يعني العزيمه الانسان اكيد لان الواحد الا كانت عنده العزيمه الا بغى طبعا بلا عزيمه ما ندير والو ما كاينش شي حاجه غادي دار خاص واحد يفيق شويه راسو يعرف راسو بلي راه تضيع وقته بلاتي ماشي مسلكو خاصو يتحرك خاص يكون انسان اكتيف يعني خاصو لا دراني كاسل لا صعبة تيمدي من تيايا لا اللي كان صعب عبد هو أن في الفترة ديال الكونفينمون يعني أغلبية الناس راه كانوا خايفين يزيدوا خصوصا النساء لأن عاوتاني قلت الحركة وما معروفين يعني النساء دغيا تيزيدوا في لو بوا اكثر من الرجال الرجال عندهم الكرش كتخرج فهمتي طلع الكاميرا فوق شويه كيف يعني بقيتوا محافظين شويه يعني في الكونفينمون كيفاش تعاملتوا مع الفنان اون جينيرال ديما عنده مشكل ديال الوزن اما كيكون عنده زايد الوزن ولا اما ما كيكونش عنده وزن ثابت لان ما كناكلوش نهار كامل وكناكلو في الليل النهار كتكون عندنا خدمه ما كناكلوش بلو ستريس ومن بعد كناكلو بزاف من بعد يعني ديما عندنا هذا الصراع ديال نتمنى ان شاء الله ما يبقاش هذا المشكل عندك انا بالنسبه لي جربت واحد العامين ورجعت عاوتاني انا كنت حتى انا نقصت واحد 25 كيلو عاوتاني انا بديت كان طالعه بثبات لواحد الهدف طالع بصح كيف ما قالت سناء الفنان دائما عنده هذا المشكل ديال وقت الماكله وقت النعاس يعني اغلبيه الخدمه عند الفنان بالليل ودائما الفنان ستريسي دائما ما يقدرش دابا الواحد اللي تيطلع سيغ سين
يعني ما يقدرش ياكل هذا الفوق يطلع مثلا مع 9 الليل او 10 الليل باش يطلع في السوسين صعيب عليه ياكل مع 9 الليل كيفاش يطلع حتى كيسالي على 11 ولا 12 الليل عاد كيساعد ارى برا بسم الله مراده وفخيت والماكله واجده ومع الفنانين كتفتح الشهيه كتكون مع الموسيقيين وكل شيء كيهضر هاك غير الطريف على عين الله يرزق صحه وسلامه وهذا حنا كندويو حنا لان كنشوف الناس العاديين حقيقه يعني في بوندون 3 موا ولا 4 موا تقريبا في الدار خصوصا الناس اللي التزموا 100% بالحجر الصحي فكانت صعيبه عليهم يبقاو جالسين المراه تجلس ما تخرج ما تدير لا مارش ما كتمشى ما كتتغدى ما كتمشي تشوف الوالدين او الاقارب فكان صعيب عليهم ان فبداو زادوا في البوا ولكن بالعزيمه الانسان تيحاول عاوتاني الماكسيموم على الاقل الانسان ما يزيدش انا تنقول دائما شي واحد تنقول شوفها ما تزيدش غير وقف في بلاصتك بعدا شويه الرياضه رياضة راه كاينه في الدار تقدر تلعب رياضه في الدار تواضب عليها تعطيك ما نتائج زوينه الصالون بقات تنقص بوحدك والله الا في اي بلاصه في الدار هادشي اللي درت صح علاش لا صح زوين لا من الاول من بعد انا خديت 6 كيلو ولا 7 الا ما تكون 8 خلينا ساكتين تخليناش ندخلوا في التفاصيل درتي رياضة عاد انت شوية مخليتي ولا انت من نوع واقيلا اللي ما كتزيدش انت لا انا راه لا غادي نصدمك لا كنزيد زدت 5 كيلو 5 كيلو على دابا ولكن نقصت 50 كيلو انا ها وي وي كنعقل عليك في الاول انا مين راه ما كنتش كانوا معايا ناس اخرين كلنا عندنا مشكله واو كيف قالت لك سنه عندنا قواسم مشتركه بزاف في الحلقه 50 كيلو اذا كانت نيت حتى الجوج عابد كان عابد وعابد انا كان هذا بين قوسين حنا كنبغيو نتقربوا اكثر من الجوانب الخصوصيه وديك التلقائيه ديال كيفاش كل فنان كيفاش تيعيشها نرجعوا معك ايمان سمعنا قبيله في الطرب العربي دابا نسمعك في الطرب المغربي اي اكيد شنو نسمعوا نسمعوا ياك جرحي يلا ديروا جريت وجاريت لالا نعيمه سميح جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيه ياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيت فيه جرحي واليوم اليوم تهدي بالي بيا هاولا بيك جرحي واليوم اليوم تهدي بالي بيا هاولا بيك أنا 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 أنا, أنا, أنا شوف بعينيك زورني وتشوف بعينيك ولا فادي حتى واحد حتى واحد حتى واحد ما ينوب الحبيب عليك ما ينوب الحبيب عليك
وتشوف بعيني، زورني وتشوف بعيني، حال ما يخطر لك في البال، ضعت لو باقي لخيال، حال ما يخطر لك في البال، ضعت لو باقي لخيال، حلف لي يا من غزل العطات الطوع بلا بيك، العطات الطوع بلا بيك، والعطات الطوع بلا بيك. عزيت فيك.
احترمتينا. مازال ما نعاودوا الكوبلي الاخر عاوتاني نزيدوا من مسكينه عجبتني نعاودوا من الاول. لا برافو عليك. ف السهره اللي كنتي دوزتو في فيستيفال ديال افران كانت المشاركه شاركتي مع كانت شيرين هنا مبرمجه طبيعه الحال وشاركتي معها فكيفاش جات الظروف عاودي لينا شويه لان انا عندي واحد القصه ما كان ما عليك ما بيك تعيطوا لك بصح ليت ما كان لي بابيه بصراحه جاتني واحد المكالمه من حكمه بمناسبه كنا جاو لها تحيه قالوا ايمان فينك في المغرب قلت لها في المغرب فينك في كازا قلت لها في كازا دابا تجي دابا فينك انا واقفه في بلاصه فلان فلانيه دابا نلقاك عندي كيفاش حكمه ما موجداش راسي ما عرفاتش علاش شنو بغيتيني لا غير جي وتعرفي في الطريق شنو بغيتك غدا انا كما انا مشيت تتلقى شيرين جالسه في الطوموبيل وكتشوف فيها اهلا ايمان وهذا سلمت عليهم باقا ما فاهماش شنو كاين راه غادي تغني مع شيرين في الحفل في افران طبعا انا تصدمت وما فهمت والو الحفل كان الغد يعني ما عنديش وقت فين نوجد ما نلبس او ما عرفت شنو ندير يعني تصدمت ودازت داكشي بخير الحمد لله دازت واحد الحفله من اروع ما يكون وبقينا واحد نصف ساعه على الستيج مع شيرين وغنينا كان معايا رضوان الاسمر كانت حفله جد جد رائعه والجمهور تفاعل مع شيرين بزاف وحتى معنا احنا يعني غنينا رائع ديال شيرين وعجبني الحال بزاف اللي قالوا لي بانك انت حساسه جدا على والو دمعاتك هنايا دغيا كتبكي خصك تولي راجلك واخا راهو معنا اللي كنحيو صديقنا كاينه انا كنبان الا جلست مع الناس وبديت كنضحك انا انسانه ضحكيه كنشطه ولا جلست مع الناس ما تيقولوش هذه بكايه بالمعنى زعما ولكن فعلا انا بكايه ما كنبغيش نقولها ان كتعتبر نقطه ضعف اللي جات كنقول لي بكايه يبكي لي شويه نشوف فهمتيني داكشي علاش ما تبغيش نقول انا بغيناك دائما تبقاي بحال هكا مبتسمه كديجاجي واحد طاقه ايجابيه حتى طريقه الغناء والاداء ديالك فهي فيها واحد الفرحه وفيها انك كتستمتعي وانت كتغني يعني ومدندنا وصلتنا فتبارك الله عليك ايمان درتي شي عقد مع شي شركه بلا ما نقولوا الاسماء الشركات ولكن كاين شي عقد غادي يكون شي كاين عقد اوريدي يعني مع منتج وملحن سعودي هو اللي غينتج الالبوم الجديد هو اللي انتج لي السينجل اللي نزلت ماما لقلبك ما شاء الله اللي حققت نجاح كبير وفرحانه بها بزاف 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 يعني كاين البوم ان شاء الله غادي ينزل في الصيف وكاين سينجل غادي ينزل ان شاء الله في العيد في عيد الاضحى من انتاجه هو واشرافه هو مع ملحنين كبار ما شاء الله في الخليج والسعوديه تحديدا يعني في اسماء كبيره ما بغيتش ننسى شي واحد في موزعين كبار يعني البوم يشرفني انا كإيمان وليا شرف انا في هذا السن ندير في حال هذا الالبوم على أيام التوفيق ونبغيو نسمعو حنا تقريبا راه قريب على ابواب العيد ان شاء الله نتمنوا ان حتى العيد يدوز ان شاء الله في ظروف احسن ونتهناو من هذا الوباء ونسال الله انا دائما تنقولها نسال الله اننا ان نرفع لنا هذا الوباء فاحنا دائما تنقولها بان كناخذوا الاحتياطات ديالنا الوقائيه يعني وكنضبطوا بجميع المسائل اللي كيخص نطبقوها ديال السلامه حتى المكيف ما كنستعملوش داكشي باش بعض المرات كنحبقوا كنشوفوا راسنا كان هنا اجواء بلاطو ما تنديروش المكيف سناء نسمعوك في شي ستايل اخر شنو صراحه شنو نديرو دابا نديرو لا, لا 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 انا كنت مبرمجه واحد الاغنيه شرقيه ولكن ما نقدرش نغني الشرقي قدام السيدات لا لا غادي نبقى في التراث كات ال ريبريزونت احسن وحده كات ما شاء الله لوحه فنيه كتغني بواحد الصدق واحد الاحساس حنا نبقاو في الملحون ولا نبقاو في الشعبي نديرو البير سويسا العطار
العين درات العين وسالوا دموع سواقي فراقي سيد العطر يا العطر عطلي شي بخور باش نبرد جماري باش نطفي هاد النار عايتنا الصبر غزالي عداني العطار يا العطار عطيني شي بخور باش نبرد جماري باش نطفي هاد النار عايتنا الصبر غزالي عداني قالولي دوايا عندك نصيبو العطار كيدا والفرق حبيبو نعيد لك الخبر انا حبيبي مش عليا خلف قلبيك يا منويتو يكون غدار سيدي العطر دير مزيا وبغيتك تصغاليا جيت نعيد لك الخبر انا حبيبي مش عليا خلف قلبيك يا منويتو يكون غدار قالوا لي دوايا عندك نصيبو عطر كيدا والفرق حبيبو لا فين الشكل عطيتك أيوة درت وقفت أنا عاد جيتك لا فين الشكل عطيتك درت وقفت أنا عاد جيتك وينو كيسان خدودو تفان أيوة عيونو كيسان فمو خاتم لونو قهوي عليه كندوي خلوي دلي عقلي خد زينو لا تعذبوشي خد زينو لا تعذبوشي
محنوشي خلوي انت اللي عقلي خد زينو لا تمحنوشي خد زينو لا تعذبوشي خد زينو يا طلبيا خد زينو جيبو هليا وقتاش عندي ويكونوا شفتو دايز عجبوني عيونو شفتو دايز عجبوني عيونو صرت نخمم وقتاش عندي ويكونوا قال لي لا نحلم كانني بيت في جنبو عذروني انا سر الرب طراها زغبية وعديني 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 وتخديني ثم خاتم لونه قهوي عليه كندوي زينو خلوي دلع عقلي والطنوب الجاية عريانة فيها حبيبي اللي بغيته يانا والطنوب الجاية عريانة فيها حبيبي اللي بغيته يانا زينو هم عيونه اقتلع في هاد الزمان الهوى 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 يا سلام عليك اجواء اجواء الراسيه شنو اليوم في الجو ديال العرس اللي ما حيتش عام معني تلقاديه باقا ما كاين لا عرسات لا مناسبات الى حد الساعه بعدا ان شاء الله نتمنوا خير ان شاء الله ولكن نديروا حنا اجواء ديال العرس تبارك الله عليك كتشتغلي في الاعراس مثلا كديري كذلك من غير الحفلات والمهرجانات صار يعني الاعراس كتشتغلي فيها كنديرها والملحون مطلوب بزاف الاعراس وكنديروا كنديروا الشعبي ديال بحال البير سويسا الاغاني القدامين اللي اليوم كيتغنوا في العرس والناس ما عارفينش راه قدامين راه بحال العطار قول لي علاش كويتيني هادو كلهم اغاني يعني لما كنسمعوهم كنتفكروا المواطنين ديالنا اليهود المغاربه يعني دائما يعني اليهود المغاربه هما اللي كانوا يعني كيغنيو كثير هاد الاغاني طبعا ولا زالوا وحتى الملحون والاندلسي عندهم واحد الاهتمام كبير بحال دابا كنغني طبعا في العراسات ديالهم وفي المناسبات ديالهم عندهم كلهم حافظين القصايد ديال الملحون وصناعة ديال الاندلسي والنوبات ديال النوبات ديال الاندلسي وصناعة ديال الغرناطي والشعبي عندهم واحد التشبث مازال كيبغيو هذا واليوم كنلقاو حتى الشباب ولاو كيهتموا بالملحون طبعا الشعبي ديالنا يعلو ولا يعلى عليه اكيد وهو يعني الواحد الانسان واخا كنشتغلوا كنديروا اغاني مودرن جديده ولكن في المناسبات والاعراس ولا السبوع ولا اي حاجه في العائلية الا كنرجعوا للطبيعه الحال الاصل وكان كنشكرك بعدا اللي عاونتيني بعدا درت شي حاجه لا برافو عليك لا ما حافظاش صافي هذا ايوا ايوا معايا الحفله الجايه معاك انا معاك عيطي لي انا ندوزو معاك عبد عبد نبغي نسولك في هذه الايام كتحضر شي حاجه شنو لي زوبجيكتيف ديالك تنحضر اغاني مغربيه
مع فنانين مغاربة و... يعني بالدارجة المغربية. الدارجة المغربية. وكان ديجا عندي عندي دي شانسون، عندي أغاني بالمغربية اللي كنت طرحتهم في 2013، واحدة أخرى في 2018، ولكن دابا هذا ستيل جديد. أنا شي فكرة على هذا الستيل؟ شي حاجة جديدة. طيب إلا بغيت نسمع شي حاجة من الأغاني ديالك نقدروا نسمعوها شي حاجة أخرى وغافي كان فون مع هشام ولا أكابيلا اللي بغيتي دونك شنو الأغنية؟ يلا نسمعها تفضل. قلبي وروحي دابوا فيك، عقلي وعمري جنوا فيك. قلبي وروحي دابوا فيك، عقلي وعمري جنوا فيك. أنا مين أنت حبيبي؟ أنا مين فكرة غريبي؟ أنا روح بتعيش حبك من سنين. أنا مين أنت حبيبي؟ أنا مين فكرة غريبي؟ أنا روح بتعيش حبك من نوع يعني شكل في الغناء او شكل حتى في الطريقه. درتي الكونسيرفاتوار في صغرك؟ درت سولفاج، درت بيانو ودرت لي كور دو شان عاديين غربيين اكيد، ولكن حاولت نضيف شي حاجه جديده، ندير شي حاجه جديده. انا ماشي شرقي 100% غربي اكثر، ولكن هو لا كنحسوا كاين هذيك النبره ديال الغربي غلب عليك شي شويه ولكن تبقى الغناء يعني هو يونيفرسال، يعني الواحد يغني يعني بجميع اللغات وبجميع المقامات، هي نفس المقامات نفس الايقاعات تقريبا المستعمله نفس الالات. كتعزفي على الاله؟ القيتاره. شنو عرفت بالقيتار؟ علاقه حب صراحه، يعني تنموت عليه، هو اول حاجه تعلمتها
وسبحان الله من بالفترة كبرت بغيت نشري جيتار وبغيت نتعلم عليه وفا خديته كنعرف نعزف عليه ما عمري ما هزيته ولا شي حاجة وفا هزيته عرفت كيفاش ندير دي نوت ولا شي لعيبات هكاك يعني دابا دابا في الدار دائما تبقاي تدندني في الدار دابا شحال ديال الجيتار في الدار يا الوليدات اللي يطلعوا في جو الموسيقى هما النهار كامل بيبي شاك دو تو عبد انت كتضرب بيانو شويه بيانو دونك هو الانسترومون يعني كتلعب دائما يوميا باستمرار ماشي يوميا هو جو كومبوز بيانو انا ماشي بيانيست انا تنكون بالاحساس سماع يعني بيانو سانتي الاورغ بنفسه يعني المهم طيب انا بغيت قبل لان غادي نسمعوا باقي غادي نسمعوا ايمان شميطي وغنختم مع سنه مراحتي لان عندها الجو ديال 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 العراس ديال كتسناو هذيك الحريره اللي كدوز في الخلايا ما كرهناهاش ولكن ما كرهتش انا عابد بغيت نسمعك في الغربي اوكي او بيان سور ماشي انا يعني انا كنحاول نقول للمشاهدين الكرام ما انا لا انا الا انا غير خدام هنا باش تنحاول ان نوصل نوصل هذا نديرو هي اغنيه اداجو اكيد الملحن الكبير الكومبوزيتور البينوني اللي كانت غنتها لغا فابيان ومن بعد فتره غنتها مجد الرومي فدار عندك لكم عندك عندك عشق لمجد الرومي مجد الرومي لغا فابيان ويتني وستان غيتا فرانكلين ام كلثوم غير الكبار ديال الكل ديون شكلي سي نورمال دونك بيان سور هادو الفطاحله مايكل جاكسون مايكل باري وايت خلاص مايكل شكون اللي فينا حنا في يعني في الشغل ديالنا ما كانش مأثر مايكل الى يومنا هذا كيبقى مايكل واحد من يعني لو واد بوب ستار ديالي لو واد بوب نسمعوا شي حاجه غربيه تفضل ليلي عايشني حبك ليلي سمعني قلبك ليلي مساني عيديك وشمسي تشرق من عينيك عندي بتساوي piano that plays Shu Mr. كمان
برافو عليك. بقيت غادي معاك غادي انا وياك حتى شديتك مع الدوره فهمتي. لا برافو عليك حقيقه. شكل حاله فنيه انت حاله فنيه مختلف يعني ولكن بطبيعه الحال باين صوتك متفوق في الغربي هذا واضح ولكن سان ستيل مزيان بغينا شي حاجه جديده عاوتاني سان ستيل بوحدو يعني قليل بمن تاثرتي مثلا قلتي من غير مجد الرومي من غير شكون من يعني باباروتي كالاس ماريا كالاس باباروتي سي ان تينور ولا ان باريتون سي ان سي ان باريتون ها التو داكور انا عندي مشكل انا ما يمكنليش يسميوني خصهم لا بد يديروا سوبرانو يسميوني سوبرانو سوبرانو كيسمى بحال انا سوبرانو بحالي انا نورمالمون سي كوم دي mezzo soprano exactement alto mais pour un homme c'est لا mais c'est la maîtrise ديال واحد لا voix في كيغني في واحد لا في واحد الطبقه تعالين بزاف غير وانا كنحس به باني الكلاسيكي العربي ومن بعد نختموا مع سناء مراحتي شنو نسمعوا اخر اغنيه نسمعوا لعبد الوهاب كل ذاك اللي كل ذاك اللي خلاني انا
خلاني أنا تي المهم بقيتي تابع المقام بقيت تابع الاحساس شكرا للفرقه الموسيقيه لا هما غاديين هما تبارك الله عليهم كنعاود نحييهم هادو اصدقائي والاخوان ديالي سواء هشام سواء الاستاذ رشيد وكذلك صديقي ادريس نيغرا سنوات المعرفه وصبري صبري عليك طال صبري اللي كنحييه تحيه خاصه ديما تنقول له انا كنسميه هو سميتو صبري كنقول له صبري صبري وطبيعه الحال فؤاد ضابط الايقاع بامتياز تبارك الله عليك صوتك ذو إحساس فائق إيمان شميطي مازال بغينا نشوفوك ودائما تمثلي المغرب أحسن تمثيل إن شاء الله فيما مشيتي دائما رفع راية البلاد الحمراء طبعا بنجمة خضراء لا شيء سوى البلاد قلت لك لا شيء سوى البلاد دائما إحنا نشتغلوا على قبل صورة دي بلادنا نحسن صورة الفن المغربي في البلاد العربية ولمانا العالمية سناء كذلك دائما فرحتي وسعادتي مني كتكوني معايا في البلاطو تبارك الله عليك دائما خليك مجتهده يعني ملتزمه بواحد الفن وبعمل ديالك نعم نشكرك على الدعوه اللي خليتيني قسما بالله الا تسلطنا راه من استفدنا وما شاء الله عليها إيمان من أجمل الأصوات اللي سمعت في حياتي عابد تبارك الله عليه شكرا بزاف على هذه الحلقه الجميله الله يبارك فيك انت غادي نبقاو معك في الاخير اكيد كذلك تنشكرك عابد ميرسي يعني احنا كنترقبوا الجديد ان شاء الله في اقرب فرصه ان شاء الله يعني بما ان الساعه راه ما كاين لا مهرجانات لا ولكن على الاقل الانسان يشتغل وينتج الاصدارات ديالو لي سينجل ديالو شكرا لكم جميعا تنبغي نشكر الطاقم التقني والفني وكنشكركم نتوما ايها الجمهور نتمنى ان الحلقه تكون نالت الرضا والاعجاب ديالكم غنلتقيو الجمعه المقبل كنقول لكم لا تنسوا ابدا انني احبكم وما تزرفوش نبقاو مع سناء مراحتي تشاو تشاو Wait.
ساكنين انتما وريني باب دركم نجيكو عينوك حلا حجبو خروبي فمو ختم دقها مكوي العارية العار حس الخل خلف الدروج ينادي واش كان سبابي جيني ولا نجيك طال عذابي جيني ولا نجيك الوحش عماني اينا حما ساكنين انتوما وريني باب داركم نجيكو اينا حما ساكنين انتوما قولوا الفعالة دق الخلالة خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسن ماما هكا عطيل ماما عطيل ماما هكا ماما زين ما نفوت وخا نموت بالحديد وتكون السنسلة عليا ويكون رسمها جديد ويكون رسمها جديد دق الخلالة خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكفي حسن ماما هك عطيل ماما عطيل ماما هك ماما رغينا ما ناكل فيه ما ندوقو يخلي مولاتو بنت حليمة اللي عجناتو علاش يا محبوبي شهاد العمل عملتي فيا كتر تعجوبي شفت الحسدين فيا دق الخلالة خرس كبر ونبالة ومية ريالة باش نكافح